برفقة شباب القرية ومسلحيها سابقا تدخل بيت جن ومزرعتها، وكأن لا حربا ضروسا اشتعلت فيها ومعهم لسنوات. شباب وبسلاحهم يستقبلون من يعود من مدنيين ومقاتلين ينتمون لهذه القرى. والود المولود بعد مخاض المصالحة العسير يبدو سيد الموقف على وجه الحاضرين. نحن الشباب هنا كنا بالبلد ضلينا وعملنا وكنا شكلنا فوج وطبعين للدولة، والحمد لله يعني بنرجع نعمر هالبلد، وبهمة الجيش والدولة وبهمة هالشباب اللي ظلت هون صارت الأزمة كلياتها وتهاجر ناس كثير وظل شباب. يعني كل إنسان بتعرفي تبع كان له رأي بشيء تبعه، وآخر شيء الحمد لله من فضل رب العالمين رجعت الناس كلها على الضياع، رجعت كلها أهل، ورجعنا كلياتنا تحت كنف هذه الدولة التي هي الأب الحنون لهذا البلد. مركز عمليات فصائل القلمون في بيت جن طيلة سنوات التمرد المسلح خضعت أخيرا بعد فصول محتدمة من المواجهة لتسوية الأمر الواقع التي أثبتت نجاعتها في سائر قرى جبل الشيخ وبضغط أهلي انعكس انفراجا لدى أبناء تلك القرى ممن سارعوا العودة بعد غياب تجاوز السنوات الخمس. إلنا 5 سنين أخوان كلنا عهد، وهالظفر بيطلعش من اللحم، ان شاء الله بيقبروني كلهم، نكون كلنا موجودين على يد واحده وعلى قلب واحد. هلا صار لي 6 سنين وتقريبا من بدايه 2012 وهي 2018. تفضلوا بعد اذنكم. هذا هو البدايه اللي رجعنا بعد الغياب الطويل لنشوف البيت ونسكن، وبنتامل وبنتمنى من قيادتنا الحكيمه ساعدنا وتعاوننا ولو بشيء بسيط أو رمزي، ونحمد الله ونشكره على النصر وعلى إعادة هالبلد ولوضع البلد مثل ما كانت. فصل جديد يفتتح به مسلحو تلك القرى سنة جديدة بانضمامهم إلى فصيل فوج الحرمون، والذي بحسب تأكيداتهم يصب في جوهر ولائهم لوطنهم وأهلهم وحياتهم في هذا البلد. صورة مصغرة تختصر سنوات طوالة من التشرد والنزوح والقتال والعداوة لتنتهي بمصالحة حقيقية تعيد لم الشمل وأواصر الأخوة بين أهالي البلد الواحد. هذا باختصار النموذج الذي تعكسه حالة بلدة بيت جن ومزرعتها، والذي يبنى عليه لأن يكون خاتمة طبيعية للحرب في كامل سوريا. من بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفاء شبروني RT.